بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله تعالى في كتابه، حيث يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تلاعب الشيطان أو مصائد الشيطان، من تلاعب الشيطان في أمة اليهود أنه كما قص الله جل وعلا عنهم في القرآن أنهم قالوا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذلك أن موسى عليه السلام لما وعده الله أنه سيكلمه، لأنه كليم الله، أنه سيكلمه في الليلة الأربعين من الموعد، ذهب معه ببني إسرائيل، ذهب للموعد معه ببني إسرائيل أمته تشريفا لهم، تشريفا لهم. فلما ذهب موسى عليه السلام لموعد الله له أنه سيكلمه، وكلمه ربه ثم رجع إلى بني إسرائيل، إلى قومه بني إسرائيل، قالوا: لن نؤمن لك، يقولون لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لما سمعوا كلامه قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يريدون أن ينزلوا أنفسهم منزلة موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام لما كلمه ربه زاد شوقه إلى الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك، محبة لربه. قال: لن تراني، لن تراني، يعني في الدنيا، لأن لا أحد يرى الله في الدنيا، إنما رؤية الله جل وعلا لأهل الجنة يوم القيامة. ولهذا ولذلك قال لن، أتى بلن، لن تراني، ولن للنفي غير المؤبد بخلاف لم فإنها للنفي المؤبد. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأن موسى عليه السلام لا يطيق رؤية الله عز وجل يتجلى له
لا يطيق رؤية الله جل وعلا بأن يتجلى له الرب سبحانه وتعالى، لأنه جسم من لحم ودم، فلا يطيق رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل عند موسى عليه السلام، فإن استقر مكانه فسوف تراني، الجبل الأصم حجارة. فلما تجلى ربه للجبل، ظهر جل وعلا للجبل، اندك الجبل وصار ترابا من عظمة الله ومهابة الله سبحانه وتعالى وخشية الله الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، بدل أن كان حجارة صلبة صار ترابا من مهابة الله سبحانه وتعالى. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، سقط على الأرض مغشيا عليه من هيبة الله سبحانه وتعالى. سقط موسى على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق موسى عليه السلام من غشيته قال سبحانك تبت إليك، تبت إليك من هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين. التوبة ماذا؟ التوبة عن طلبه أن يرى الله جهرة، أن يرى الله جهرة، ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ظهر الله للجبل، خر موسى صعقا، غشي عليه من هيبة الله سبحانه وتعالى. خر موسى صعقا. فلما أفاق من الغشية قال سبحانك، نزه الله سبحانه وتعالى، نزهه عن هذا السؤال، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، المؤمنين بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله بالغيب وهم لم يروه. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ذكره الله بما أنعم عليه، قال يا موسى إن اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك، يكفي أنه كليم الله، كلمه ربه ويسمع موسى كلامه ويسأل ربه ويسمع الله كلام موسى، فيه شرفا هذا. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتاب الله عليه وأرجع له مكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة
في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله تعالى في كتابه، حيث يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. قال يعني فلا يؤمنون بالغيب والعياذ بالله. نعم. قال ابن جرير: ذكرهم الله سبحانه بذلك اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم. الموجودين عند نزول هذه الآية غير الذين تكلموا بهذا الكلام، آباؤهم هم الذين تكلموا بهذا الكلام من اليهود، ونسب الله كلام آبائهم إليهم، نسب الله كلام آبائهم إليهم لأنهم لم ينكروه. نعم. ورضوا به. نعم. قال ابن جرير: ذكرهم الله سبحانه بذلك اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله ما يثلج بأقلها الصدور وتطمئن بالتصديق معها النفوس. نعم، هذا من الإيمان بالغيب. نعم. وتطمئن بالتصديق معها النفوس، وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ نعم الله تعالى لديهم، وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة نعم وهم مع ذلك نعم ذكرهم الله سبحانه. لا، الآية التي فيها أن وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لا اجعل لنا إلها كما لا لهم. لا، الآية التي ذكرهم الله قالوا اجعل لنا إلها، أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله لما أنجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون وأنجاهم من الغرق، مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا التقليد الأعمى والعياذ بالله، تقليد الأعمى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله جل وعلا يجعل، تعالى الله عن ذلك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، عذرهم موسى عليه السلام بالجهل، عذرهم بالجهل، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء الذين يعكفون على الأصنام متبر ما هم فيه، يعني باطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. عند ذلك استغفروا ربهم عز وجل، ولكنهم يعودون، يستغفرون ويعودون. نعم. وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة يعبدون العجل من دون الله. العجل الذي صنعه لهم السامري، صنعه من الذهب وجعله مجوفا، فجعلت الريح تدخل من جانبه وتخرج من الجانب الآخر، ويصير لها صوت، يكون لها صوت يسمعونه، عجلا جسدا له خوار، يعني ثغى يثغو مثل الثور، وذلك بالريح التي تدخل فيه. فعبدوا هذا العجل والعياذ بالله، عبدوا هذا العجل الذي صنعه لهم السامري، عبدوه من دون الله. نعم. ومرة يقولون لا نصدقك حتى نرى الله جهرة، مرة يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي لا نصدقك على ما جئتنا به،
حتى نرى الله بأعيننا جارة. لا يؤمنون بالغيب. نعم. وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعم، لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول بيت المقدس الذي هو لهم، بيت المقدس لبني إسرائيل، أمرهم أن يدخلوه، وكانت العماليق، من العرب قد استحلوا بيت المقدس، استحلوه ونزلوا فيه وهم أجسام عظيمة من بني آدم، العماليق معروفين. أمر موسى بني إسرائيل أن يدخلوا المسجد، بيت المقدس، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعنون العماليق، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما شاء الله، إذا خرجوا منها ما لكم فضل في هذا، إذا خرجوا منها ودخلتموها ما لكم فضل في هذا، ادخلوها وهم فيها بإيمانكم بالله عز وجل، تصديقكم لنبيكم، ادخلوها، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني بدون قتال وبدون شيء، حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ضربهم الله بالتيه، تاهوا في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض ما يدرون وين هم فيه، يمشون ثم ما يشعرون إلا وهم راجعون إلى مكانهم، تحيروا والعياذ بالله، ضربهم الله بالتيه 40 سنة. قال فإنها أي بيت المقدس محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس يا موسى على قومك الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. نعم. ومرة يقال لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. نعم. مرة قال لهم موسى ادخلوا الباب سجدا، ساجدين على الأرض بجباهكم وأنوفكم على الأرض، ادخلوا الباب أي باب بيت المقدس سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، استغفار هذا، حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا القول وبدلوا الفعل أيضا، دخلوا بيت المقدس يزحفون، بدل ما هم ساجدون يزحفون على أستاههم، دخلوا يزحفون، وقالوا حبة في حنطة، حنطة زادوا النون، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، جابوا حنطة يبون الأكل، يبون الأكل ولا يبون العمل والعياذ بالله. هذه سيرتهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا حبة في حنطة،
حرفوا القول وغيروا الفعل، دخلوا يزحفون ويقولون حنطة، حبة في حنطة، يريدون الأكل من الحنطة. عند ذلك ضربهم الله عز وجل بالمذلة والمهانة. نعم. ومرة يقال لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فيقولون حنطة في شعرة ويدخلون. فيقولون حنطة في شعرة، حنطة زاد نون. نعم. ويدخلون من قبل أستاههم. ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حتى نتق الله تعالى عليهم الجبل كأنه ظلة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا إذ نتقنا الجبل فوقهم، نتقنا الجبل، الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه غمامة فوق رؤوسهم، تذكيرا لهم بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى يعبدوه حق عبادته. فإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وظنوا أن الجبل واقع عليهم، ظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، وهو التوراة، خذوها بقوة وعمل، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولذلك تجدون اليهود مستعمرين للنصارى، تجدون اليهود مستعمرين للنصارى إلى يوم القيامة وهم أذلة والعياذ بالله. نعم. إلى غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبي التي آذوا بها نبيهم التي يكثر إحصاؤها. نعم، ما يصعب إحصاء أخطائهم ومخالفاتهم لأنها كثيرة والعياذ بالله. نعم. فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله علينا قصصهم. كما أنهم عصوا نبيهم موسى عليه السلام عصوا خاتم النبيين وإمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يؤمنوا به وأن يدخلوا في الإسلام، فهم لا يزالون من غضب إلى غضب، فباءوا بغضب على غضب. نعم. قال محمد بن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم، اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير وقال. هذه مرة ثانية، مرة ثانية لما وعد الله موسى أنه سيكلمه على رأس 40 ليلة فجاء للموعد واختار معه 70 رجلا من خيرة بني إسرائيل لموعد الله عز وجل. فلما كلم الله موسى وسمعوا كلام الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله، قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
يصيرون مثل موسى عليه السلام، يجعلون أنفسهم مثل الأنبياء، لن نؤمن لك، يعنون موسى عليه السلام، حتى نرى الله جهرة. ما يؤمنون بالغيب، ما يؤمنون بالغيب، هذا من معائبهم ومن مصائد الشيطان التي أوقعهم فيها. نعم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل فتوبوا إلى الله مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، فصوموا وتطهروا وطهروا نياتكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه. والطور هو الجبل، الطور هو الجبل. نعم. وكان لا يأتيه إلا بإذن جبل بيت المقدس. نعم. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله: يا موسى، اطلب لنا إلى ربك أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله. وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله. الغمام غطى الجبل. نعم. ودنا موسى، ودنا موسى فأدخل فيه وقال للقوم: أدنوا. وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه تعالى وهو يكلم نبيه موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. صاح بهم جبريل عليه السلام بأمر الله حتى هلكوا، حتى هلكوا من الصاعقة من صوت جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. نعم، موسى عليه السلام يدعو ربه ويقول: كيف أرجع إلى بني إسرائيل وليس معي القوم الذين ذهبت بهم؟ إنهم سيتهمونني بأني قتلتهم، لأني قتلتهم. فتضرع إلى الله حتى أحياهم، رد عليهم أرواحهم وعادوا كما كانوا، ورجعوا مع موسى عليه السلام. نعم. فإن قيل: فما مقصود موسى عليه السلام بقوله لو شئت أهلكتهم من قبل؟ فقد ذكر فيه وجوه. فقال السدي: لما ماتوا قام موسى يبكي ويقول: رب، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ وقال ابن إسحاق: اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا فالمعنى لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا، فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني. وقال الزجاج: المعنى لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر والله أعلم بمراده. اختلاف المفسرين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما قرر ذلك أهل العلم، اختلاف تنوع، تكون الآية محتملة لعدة معاني
وكل مفسر يأخذ معنى من هذه المعاني. نعم. والآية تحتمل كل المعاني هذه. نعم. فقلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر والله أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه، وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل ولم ينكروا عليهم. يقول موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. وهذا كما يقول من واخذ سيده بجرم، وهذا كما يقول من واخذه سيده بجرم: لو شئت واخذتني من قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم، ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الأنباري وغيره: هذا استفهام على معنى الجحد، أي لست تفعل ذلك. والسفهاء هنا عبدة العجل. نعم. وقال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم: أرنا الله جهرة. ثم قال: إن هي إلا فتنتك. وهذا من تمام الاستعطاف، أي ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكشفه إلا أنت، كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت، فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك إليك. فصل: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم أنه قيل لهم وهم مع نبيهم والوحي ينزل عليهم من الله تعالى: ادخلوا هذه القرية. قال قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغيرهم: هي قرية بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي هنيئا واسعا، وادخلوا الباب سجدا. قال السدي: هو باب من أبواب بيت المقدس. وكذلك قال ابن عباس: قال: والسجود بمعنى الركوع. وأصل السجود الانحناء لمن تعظمه، فكل منحن لشيء معظما له فهو ساجد. قاله ابن جرير وغيره. قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه من السجود المحرم، وفيه نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لهم: وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. هذا قول الحسن وقتادة وعطاء. وقال عكرمة وغيره: أي قولوا لا إله إلا الله. وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا، وهي كلمة التوحيد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أمروا بالاستغفار. وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار، وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم. فتلاعب الشيطان بهم، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وفعلا غير الذي أمروا به. روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة، فبدلوا القول والفعل معا، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء. قال أبو العالية: هو الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله،
قولا وعملا. الطاعون، وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا. اي نعم، الطاعون يعني باقي العقوبة بالطاعون على كل من غير دين الله وعمل غير ما أمره الله، فإنه متوعد بالطاعون. نعم. فصل. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فملوا ذلك. نعم، كانوا في التيه، في أرض التيه الذي ضربه الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يدرون في أي مكان هم، ومع هذا لم يتخلى الله عنهم، أنزل عليهم المن والسلوى بدل الطعام. المن هو الحلا، الحلو، الشيء الحلو، هذا من، وكان ينزل من السماء بالليل على الشجر فيجدونه على الشجر فيأخذونه يجمعونه، والسلوى هي الطيور، الطيور الطيبة، السلوى هي الطيور الطيبة، طيور السمانة، السمانة. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فملوا ذلك، وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوا لن نصبر على طعام واحد، يقولون لن نصبر على طعام واحد الذي هو المن والسلوى أفضل الأطعمة، أدعو ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وهو الزرع، قثائها، القثاء هو القثاء اللي يسمى الطروح الآن، الطروح، ها؟ القصير هذا اللي يجنى ويؤكل، طروح، تعرفون الطروح؟ يقول لك الخيار. نعم، هو طروح هو الخيار. نعم. نن بقلها وقثائها وفومها. نعم، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، تعرفون الثوم، وعدسها، تعرفون العدس، وبصلها، هذه أشياء دنيئة يعني، بدل المن والسلوى يقولون إن ملينا من المن والسلوى، نريد هذه النوابت وهذه الأشياء وهي أدنى منها. قال موسى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، يعني أي بلد تجدون هذه الأشياء فإن لكم ما سألتم، أي بلد تدخلون تجدون هذه الأشياء في أسواقها تباع بأرخص الأثمان. نعم. فملوا ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام، وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها، ولهذا قال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، أي مصرا، اهبطوا مصرا، أي مصرا من الأمصار. لا تقل مصرا، إذا قلت مصرا صارت مصر المعروفة، لا، مصرا يعني أي بلد. نعم. اهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم، فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها من الأذى ومجاورة الأنتان والأقدار، وهي أرض التيه. نعم. سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى، وشرابهم المن. قال ابن زيد كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا وشرابهم واحدا،
كان شرابهم عسلا ينزل من السماء يقال له المن، وطعامهم طير يقال له السلوى، يأكلون الطير ويشربون العسل، لم يكن لهم خبز ولا غيره. ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة، وكان مع ذلك يتفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء على عدد أسباط بني إسرائيل، حجر واحد يتفجر 12 عين، حجر واحد يحمله موسى معه فيضربه بالعصا فيتفجر 12 عين على عدد أسباط بني إسرائيل. نعم. وكان مع ذلك يتفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير فذموا على ذلك، فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة اللي هم نعم اللي هم من اليهود وغيرهم، يستبدلون الدين الأعلى بالدين الباطل الأسفل. نعم. فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة وخدمة الخالق بخدمة المخلوق والعيش الطيب، يعني عبادة، خدمة يريدون بها العبادة. نعم. والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار. فصل. ومن تلاعبه بهم أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها. يكفي. ومن تلاعبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يمكن أن يرى أحد الله جهرة في منامه؟ نعم ممكن هذا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. نعم. ويمكن أن يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحمد بن حنبل رأى ربه في الرؤيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا كالبشر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كليم الله هل هو فقط موسى عليه السلام أم يطلق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، كليم الله لا يطلق إلا على موسى، وأما محمد صلى الله عليه وسلم إنما كلمه ليلة المعراج فقط، وأما موسى فإنه كلمه دائما في حياته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بنو إسرائيل لما بدلوا ما أمروا به من قولهم حطة بدلوها إلى حنطة، هل معنى ذلك أنهم كانوا يتكلمون بالعربية؟ نعم، منهم عرب يتكلمون بالعربية ومنهم غير عرب، وغير العرب يفسر لهم الكلام بالعربية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه الصلاة والسلام هل كان ينزل عليه الوحي من قبل جبريل عليه السلام أم موسى أنه كليم الله يكلمه الله ويسمع صوت موسى كلامه، كلمه الله مباشرة بدون واسطة جبريل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذكر أحد من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل يجب أن يصلى عليهم ويسلم؟ نعم، الأنبياء كلهم أخوة، صلى عليهم ويسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا عطس المسلم وسمعه مجموعة من الناس هل يجب عليهم جميعا أن يشمتوه؟ هذا سنة كفاية، إذا شمته واحد يكفي عن الباقي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي مبلغ من المال كأمانة وضعه مجموعة من الإخوة عندي، فهل يجب عليه الزكاة لأنه قد حل عليه الحول؟ إن كانوا وكلوك لإخراج الزكاة عنهم تخرجها، أما إن كانوا ما وكلوك لإخراج الزكاة فهم يخرجونها، هم يخرجونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دراسة علم الفلسفة والتعمق في ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز تدريس الفلسفة ولا تقريرها على أولاد المسلمين، لا يجوز هذا. الفلسفة باطلة، فلسفة باطلة، لا يجوز تقريرها على أولاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الصانع من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ يخبر عنه إخبار، الإخبار غير الاسم، يخبر عنه بأنه صانع كل شيء، هذا من باب الإخبار ما هو من باب التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: توفي جدي وهو غير مسلم، فطلب مني أهلي مساعدة مالية للدفن. توفي جدي وهو غير مسلم. نعم. فطلب مني أهلي مساعدة مالية لدفنه، والدفن عندهم لا يخلو من الشركيات والمنكرات، هل يجوز لي أن أعطيهم مساعدة؟ لا، إذا كانوا ما هم على السنة ولا على الدين فلا تساعدهم على الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد أذان المغرب هل ترفع الأيدي للدعاء؟ ما ورد هذا. يدعى بين المغرب وبين الأذان والإقامة، في المغرب وغيره، بين الأذان والإقامة، هذا موطن إجابة، لكن من غير رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الحديث لا يرد، الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يقول: وجاء أيضا في قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى، هل هذا يفيد أن أم موسى كانت نبية؟ يا أخي، ما هو كذا، الوحي هذا وحي إلهام، مثل: وأوحى ربك إلى النحل، أجل النحل أنبياء، هذا إلهام، إلهام، وحي إلهام، ما هو وحي إرسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة الدروس العلمية بعد فجر يوم الجمعة وكذلك بعد صلاة الجمعة؟ كانوا يكرهون التحلق قبل صلاة الجمعة ليتفرغوا للتبكير لصلاة الجمعة، يكرهون التحلق لأجل يتفرغوا للتبكير إلى صلاة الجمعة، أما بعد صلاة الجمعة فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز لي تقديم الخدمات للكنيسة كالصيانة مثلا أو البناء أو بيع الأطعمة للرهبان؟ لا يجوز هذا، لا يجوز خدمة أو عمل أو مساعدة بيوت الشرك وبيوت عبادة غير الله. نعم. إن المساجد، الله أمر ببناء المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا كان أهل المسجد كلهم من الصوفية فهل أعذر بترك الجماعة أو بترك صلاة الجماعة؟ إذا كانت الصلاة سالمة من التصوف صلي معهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قولي أو بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين ما ورد فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ نعم، الشؤم في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يخلق الله بعض الأعيان شريرة، يخلق الله بعض الأعيان شريرة فلا فينفر منها، وهي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداها فالدواب ليس عندها شر. نعم، إلا ما كان فيه شر منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، هذا بدعة، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يتوسل إلى الله بغيرها بجاه أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يتناقل الناس في هذه الأيام نصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنه قال إنه يعذر من احتفل بالمولد وربما أجروا على ذلك، يقول: هل وقفتم على هذا النص وما توجيهه؟ موجود هذا في كتاب ابن القيم، كتاب اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك شروط معينة للراقي؟ هل هناك شروط معينة للراقي بالقرآن لمن يقوم بالرقية؟ أن يرقي بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالأدعية الشرعية، هذا الشرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قيام الليل بسورة البقرة باستمرار، هل هذا أمر مشروع؟ لا، ما هو مشروع، الاقتصار على سورة البقرة ما هو مشروع. نعم، القرآن كله خير وكله بركة وكله نور برهان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التمسح بالأبواب؟ لا يقبل إلا الحجر الأسود، لا يقبل إلا الحجر الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره لا يقبل شيء من المباني ومن غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك عملا صالحا خوفا من الرياء، ما حكم ذلك؟ هذا من الشيطان، لا يترك العمل الصالح خوفا من الرياء ولا يفعله للرياء، كلهم إن فعله رياء وسمعة فهذا باطل، وإن تركه فتركه باطل. نعم، لكن يعمل ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم صرف النذر إذا كان لغير الله، هل يقال بأنه شرك؟ اي نعم، النذر لغير الله يوفون بالنذر، يا أخي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، نذر الطاعة عبادة يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اشترى ذهبا من الصائغ وأعطاه المال لكنه أبقى الذهب عنده حتى ينتهي من التسوق، هل هذا جائز؟
لا، لازم من التقابض، لازم من التقابض في المجلس، إلا على رأي من يرى أن الحلي أخرجته الصنعة، أخرجته الصنعة عن كونه صار ملبوسا من البلبوسات وخرج عن قضية الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أتى من خارج هذه البلاد إلى مكة، هل يجوز له أن يكرر العمرة في اليوم مرتين أو ثلاث مرات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، يقتضي هذا متابعة العمرة، ولكن في وقت متقارب، أو في وقت واحد متقارب. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعتمر حتى يجمم رأسه، يعني يكون له جمة وشعر يحلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان زوجي فقيرا فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي إذا كان زوجها فقيرا؟ أن أعطيه من زكاة مالي؟ لا، ما تحل زكاة الوالد لولده، ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة فهل يجب الفتح عليه؟ نعم، يجب الفتح عليه، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فلما سلم قال: أين أنت يا أبي؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حضرت بعد انتهاء صلاة الجماعة فوجدت جماعة أخرى يصلون لكن الإمام، يقول: حضرت بعد انتهاء صلاة الجماعة فوجدت جماعة أخرى يصلون لكن إمامهم كان مسبل الثياب فانصرفت، فهل فعلي هذا صحيح؟ صلي معهم، صلي معهم وإثمه عليه وانصحه، إثمه عليه وانصحه. وأما الصلاة لا تترك الصلاة الجماعة، صل معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ربما أنه جاهل ما يدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل مريض يباح له أن يجمع بين الصلاتين؟ إذا كان يشق عليه، كل صلاة في وقتها مع المشقة، لا يجمع إلا مع المشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن عنده وساوس في الطهارة، يقول: ما علاج ذلك حيث إنه يطيل في الوضوء؟ يترك الوساوس ويعجل الوضوء ويمشي، لا يفتح على نفسه باب الوساوس تزيد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل تغيير الشيب بغير السواد أم أن الأفضل أنها تترك على حالها؟ الأفضل أن يغير، وإن تركه فلا بأس. الصحابة منهم جماعة تركوا الشيب ولم يغيروه، دل على أن هذا غير واجب، تغييره غير واجب، وأرادوا أن يظهروا أن ذلك جائز. نحن أدركنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن حميد كلهم ما غيروا الشيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تتخذ ميدالية للمفاتيح من الذهب؟ هل امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تتخذ ميدالية للمفاتيح من الذهب؟ ميدالية؟ نعم. لا، ما يجوز لها ذلك، إنما الحلي هو اللي يباح لها،
أما غير الحلي لا، ما تتخذ من الذهب شيئا للاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البول أعزكم الله واقفا؟ يجوز للحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا للحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك، وإن فعله بعض الأحيان ليبين الجواز فلا بأس. نعم، لكن يتحفظ من رشاش البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبيها وأمها؟ ما يجوز له يحملها على القطيعة، بل يحث على صلة الرحم وعلى زيارة أبويها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم يقولون الله، يقولون إلا إذا خشي أنهم يفسدان أخلاق المرأة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه قد ترك صيام رمضان سنين عديدة وقد تاب إلى الله، هل يجب عليه القضاء؟ إذا كانت أيام كثيرة تكفي التوبة، وإن كانت قليلة بإمكانه قضاؤها فيقضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا عند تبرعه بالدم، يأخذ هدية على ذلك؟ لا، ما يؤخذ على الدم شيء، حرام، حرام أنه يؤخذ مقابل الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للمسلم أن يقدم صدقة ثم يقول: هذه عن أموات المسلمين جميعا؟ ما في بس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اليهود هل هم أتباع موسى عليه السلام، أتباعه على الحق، أم يطلق على الموجودين الآن؟ الآن ما يقبل إلا الإسلام، ما يقبل إلا الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان التي قبله، واليهود والنصارى إذا أرادوا البقاء على دينهم في بلاد المسلمين فإنهم يترك لهم البقاء على دينهم، لكن بشرط دفع الجزية، بشرط دفع الجزية للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في هذا العصر لا يفعل أي شيء من العبادات إلا بعد أن يعرف ما الفائدة من مشروعيتها، حتى وإن كانت ثابتة صحيحة، ويقول إن هذا ما دعا له الإسلام، فهل ذلك صحيح؟ هذا غلط، وهذا أجبنا عليه وقلنا هناك عبادات توقيفية، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فائدتها، نحن نعبد الله بها وإن لم نعرف فائدتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، ثابت عن الرسول: وإياكم ومحدثات الأمور، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من واجب التوبة أن أطلب التحلل من المظلوم أو من الذي ظلمته؟ إيه نعم، حق المخلوق لا يسقط إلا بمسامحته، ولو تبت منه يبقى حق المخلوق، لابد من مسامحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عامل قولهم عامل الناس بما يعاملوك به،
هل هذا دلت عليه نصوص الشرع كوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حفظ القرآن ثم أنسي بعضه هل يأثم بهذا؟ لا يأثم، لكنه خسر، يكون خسر خسرانا مبينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقتصر على ركعة واحدة في الوتر؟ نعم، هو الوتر ركعة واحدة، الوتر ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل نسي أن يغسل وجهه أثناء الوضوء ثم أعاده بعد النهاية بعدما انتهى، فهل يكفي هذا أم لا بد من إعادة الوضوء كاملا؟ يعيد ما نسيه وما بعده، يعيد ما نسيه وما بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعيد ما نسيه وما بعده من أعضاء الوضوء بشرط أن لا تجف أعضاؤه، إن جفت فلا بد من إعادته من أوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أثناء خطبة الجمعة دخل شخص إلى المسجد وقام بمصافحتي، فهل يجوز لي أن أصافحه وأنا رد عليه السلام؟ الصلاة لا، خطبة، أثناء الخطبة. أثناء الخطبة لا ترد عليه ولا تصافحه، لما يفرغ الخطيب من الخطبة. نعم. إذا فرغ الخطيب من الخطبة رد عليه السلام وصافح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل حلف بالله وهو كاذب ثم تاب، فهل يجب عليه أن يبين هذا الأمر للناس؟ إن كان عند القاضي، حلف عند القاضي وهو كاذب ثم تاب، فلا بد أن يخبر القاضي، لأنه حكم بيمينه، القاضي حكم بيمينه، فيبين له أنه كاذب ولا يعتد بيمينه حتى ينقض القاضي حكمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الرقية عن طريق الهاتف أو عن طريق التلفاز هل فيها فائدة للمرقي؟ أجل، اقرأ على الناس كلهم وانت في مكانك وقل: هذا من الرقية. لا، ما هو من الرقية، الرقية مباشرة من الراقي إلى المرقي، ينفث عليه. نعم، هذه الرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أولاد الكفار الصغار هل يدفنون في مقابر المسلمين؟ لا، أولاد الكفار تبع لآبائهم، يدفنون مع آبائهم، مع الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يحضر الموالد هل هو آثم بحضوره ولو كان حضوره لأجل الأكل؟ ولو كان حضوره لأجل الأكل يأكل، ما يجوز حضوره، إذا حضرته فقد أجزته لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع فبقلبه، ويغادر المكان بقلبه، ما هو معناه بقلبه يجلس، لا، يغادر المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل لطالب العلم المبتدئ، أن يجالس العلماء ويحضر دروسهم أو يقتصر على مطالعة الكتب والحفظ منها؟ هذا أجبنا عنه، هذا يريد يعطل طلب العلم ويقول: تكفي المجالسة، لا يجوز الكلام هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم مجالسة من يشرب الخمر إذا كان معي في الغرفة ومؤاكلته؟ لا يجوز لك تسكن معه وهو يشرب الخمر، تكون مقرا له على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يفعله بعض أصحاب الحافلات والتريلات، يقول، من وضع قماش لأجل دفع العين، هل هذا أمر ينكر عليهم مباشرة أم لا بد من التبليغ؟ بلا شك أنه ينكر عليهم، هذا من فعل الجاهلية فلا يجوز. وقد تنبهت، يعني نبه العلماء البلديات بمنع هذا الشيء، وضع الخرق على السيارات، ومنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في التيمم، هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ مبيح، مبيح لا رافع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بدليل مبيح لا رافع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الإتيان بالصبيان الصغار إلى المسجد الذين لا يعقلون ولا يفهمون؟ المميز يؤخذ للمسجد ويحفظ، يؤخذ ويحفظ، من لا يؤذي المصلين ولا يسيء إلى المسجد، يأخذه ولي أمره، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يأخذه معه يدرب على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن أشياء كلعن شارب الخمر مثلا، فهل إذا رأيت شارب خمر ألعنه؟ تنكر عليه وتبين له أنه لا حرام ولا يجوز، وإذا أبى تلعنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، هل هو شامل لجميع الذكر أم ذكر معين؟ تهليلات، تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، وكذلك الذكر الوارد في بقية الصلوات تجهر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا يقول: ما كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالذكر، إذا سمعوا الذكر عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر هل هي مشروعة؟ لا، تخصيص الزلزلة لا، ما هي مشروعة، اقرأوا ما تيسر منه، الله جل وعلا قال: اقرأوا ما تيسر منه. نعم. انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.